بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية جميعا. اليوم إن شاء الله راح نكمل عنا النص الثاني من محاضرة الفارماكوكيناتكس للدكتور عماد. حكينا بالمحاضرة السابقة عن آخر موضوع كان فيها الفاكتورز affecting الدراج absorption، وحكينا عن الفاكتورز related للدراج، وحكينا بتعتمد على الفورم تبع الدراج، بتعتمد على البارتيكل سايز، بتعتمد على البريشر ان ميكينج ان tablets and so on. وحكينا برضو عن other factors اللي هم بيعتمدوا على طبيعة عنا الكيميائية للدرج. اوكي تمام، هلأ بهاي التكملة رح نحكي عن الفاكتورز related to the GI tract related to the gastrointestinal tract. يعني انا لما اجي اخذ الدواء اورالي من الفم ويمر عنا بكل الgastrointestinal tract لحد عنا ما يوصل للsystemic blood، رح نحكي عن الفاكتورز اللي رح تأثر عليه للabsorption. هلا اول اشي عندنا فاكتورز بنقسمهم لعدة أقسام. أول إشي رح نحكي عن الفاكتورز related to the stomach. أول فاكتور بيأثر عندنا اللي هو الفود intake، يعني الأكل اللي أنا باكله مع الدواء. هلا في بعض الأكل اللي أنا باكله مع الدواء بيقلل من امتصاص الدواء، ليش؟ لأنه فعليا بيجي بيرتبط مع عندنا الدواء وبيكون عندنا كومبلكس غير قابل للامتصاص، بيكون عندنا تركيب غير قابل عندنا لأنه يصير له absorption. فإذا food may reduce drug absorption from intestine due to dilution effect، أو ممكن يخفف تأثير الدواء، أو ممكن يعمل عندنا إذا dilution أو عندنا binding to عندنا ال food proteins. يعني في بروتينات بالأكل بيرتبط فيها بصير عندنا الفورم تبعه غير قابل للامتصاص. طبعا النقطة الثانية اللي هي عندنا الفات. الفات لما يكون بالأكل بيقلل من ال gastric emptying. رح نحكي عن ال gastric emptying. هلا ال gastric emptying هي أن المعدة تفضي حالها مشان تروح عنا يروح عنا كل محتوياتها للانتستنز، وهناك السمول انتستن الابر سمول انتستن بتهمني عشان بصير فيها الابزوربشن. هسه لما انا اكل اكل فيه فات حيقلل من الجاستريك امتينج، فما راح يوصل الكومبوننتس اللي منها لدرج عنا لل الانتستين، وبالتالي ايش راح ياخذ وقت حتى يصير عندنا ابزوربشن. فهو عندنا ببطئ الجاستريك امتينج، ولما يبطئ الجاستريك امتينج ببطئ الابزوربشن، لانه اذا ما صار امتينج لا الانتستين ما راح يصير ابزوربشن. هلا كمان مثال اللي هو اللي على الموضوع اللي هو الكالسيوم اللي بالحليب بيرتبط عندنا مع التتراسايكلينز. التتراسايكلين هو عباره عن انتي بايوتيك بنستخدمه في حاله الانفكشنز. هلا بيرتبط الكالسيوم مع التتراسايكلين وبتحوله لا مركب غير قابل للامتصاص، او بيقلل من عمليه الابزوربشن، او بياخذ وقت اطول عشان يصير الابزوربشن. هلا رح نحكي عن العامل الثاني اللي هو كمان related to the stomach اللي هو الجاستريك اسيديتي، حموضه المعده والبروتيوليتيك انزيمز اللي هي عباره عن الانزيمات الهاضمه الموجوده بالمعده منها البيبسين انزيم. هاي الانزيمات شو بتعمل؟ بتعمل مرات destruction لبعض الادويه وبتحولهم للان اكتيف فورم، يعني غير فعاله بتصير. مثل هاي الادويه امثله عليها البنسلين جي، والبنسلين هو كمان حكينا انتيبيوتيك، والهيبارين هو انتي هو الهيبارين هو طبعا لما ناخذه اورالي هو طبعا انتي كواجولانت. لما ناخذه اورالي فعليا الافكت تبعه قليل جدا، لانه فعليا شو بصير له؟ بصير له ديستركشن. فالبنسلين جي والهيبارين وحتى البيبتايد هرمون هذول يعني من الامثله اللي اذا اعطيتهم انا اورالي ما راح يكون لهم تاثير كبير، لانه راح يصير لهم ان اكتيفيشن، وممكن يصير لهم كمان عندنا destruction. فالواحد يعطيهم بطرق ثانية رح نحكي عنها بعدين أحسن من أني أنا أعطيهم أورالي، لأنه أورالي يعني كأنه على الفاضي أعطيتهم لأنه حصل لهم destruction. تمام؟ هلا ثالث نقطه اللي هي الجاستريك امتينج. موضوع الجاستريك امتينج حكينا انه انا بدي بسرعه المعده تخلص اللي جواتها وطلعه للانتستين. ليش؟ عشان لما طلعه للانتستين يصير عندي شو؟ يصير عندي الامتصاص. يعني انا فعليا عمليه الامتصاص بتصير عندي هون، فبدي كل المكونات الموجوده في المعده تطلع بسرعه عشان يصير لها امتصاص. هسه شو المشكله؟ المشكله انه في عندنا اشياء بتحفز الجاستريك امتينج، وفي عندنا اشياء بتبطل الجاستريك امتينج. هلا الاشياء اللي بتحفز مثل
أنه الواحد يشرب عنا كوب من الماء، أو ممكن كمان أنه يأخذ دراج مثل عنا الميتوكلوبراميد براميد اللي هو عنا الميتوكلوبراميد. هذا الدواء إيش فائدته؟ الفائدة إله أنه هو بيساعد عنا الجاستريك ترانزيت أكروس عنا البايلورس، يعني بيساعد أنه المواد اللي جوا المعدة تمشي وتمشي من خلال البايلورس، خلاص تطلع عنا هالبايلورس، تطلع عنا لإيش الدودينم، ويصير لها عنا امتصاص، وبالتالي بتوصل للإنتستن وبصير عنا إيش إنهانسينج للامتصاص، وبزيد عنا الامتصاص. فإذا نستنتج مما سبق أنه كل ما زاد الجاستريك إمتينج كل ما زادت عملية عنا الامتصاص. هلأ الجاستريك إمتينج ممكن في شغلات تخليه أبطأ منها الإكسرسايز. طيب ليش الإكسرسايز ممكن يخليه أبطأ؟ بسبب عنا تحفيز السيمباثيتك نيرفس سيستم اللي دوره، إحنا بنعرف السيمباثيتك نيرفس سيستم فايت أور فلايت، يعني ما في وقت الجسم يعمل هضم من المكونات ويوديها للأمعاء، إنما الجسم في حالة من الستريس اللي ما بيكون فاضي فيها يعمل دايجستشن، فبالتالي الاكسرسايز هيعمل ديلي للجاستريك امتينج. وبرضه كمان العامل الثاني اللي هو الانتي ميزوكرينيك دراجز. هلا في عندنا شيء اسمهم ميزوكرينيك ريسبتور زي ما احنا شايفين، هذا الميزوكرينيك ريسبتور بيرتبط فيه نيورو ترانسميتر جاي من الباراسمباثيتك نيرفس سيستم، واحنا عارفين ان الباراسمباثيتك نيرفس سيستم هو المسؤول عن الريست اند دايجست، يعني الجسم بياخذ راحته مشان يعمل دايجستشن، وبالتالي بصير عندي جاستريك امتينج اعلى. لما اعطي انا دواء انتي ميزوكرينيك دراج راح يعمل عنا بلوك او انهيبيشن لهاي الريسبتور، وبالتالي لما يصير عنا بلوك او انهيبيشن انا هون ببطل عندي كمان التحفيز اللي بيجي من الباراسمباثيتك نيرفس سيستم موجود، وبيبطئ عندي بيقلل من الابزوربشن. اوكي هلا كمان في عنا الديورينج بريجننسي، في عنا بكون هرمونال اكشن، يعني بتكون المهدي في حاله ريلاكسيشن بسبب الهرمونات الحامل، فبالتالي كمان الجاستريك امتينج بيكون ابطا، وبالتالي الابزوربشن ابطا. فاذا هاي بالنسبه لهم. اوكي هلا رح نحكي عن الفاكتورز ريليتد للانتستين. حكينا عن الفاكتورز ريليتد للاستومك، هلا الفاكتورز ريليتد تو الانتستين. انتستينال موتاليتي، هلا الانتستينال موتاليتي هي عباره عن حركه الاكل او الحركه، يعني بشكل عام المواد اللي في الانتستين هاي بتكون سريعه بحاله انه الانسان عنده اسهال او اللي هي دايري او الاوزموتيك لاكزيتيفز. الاوزموتيك لاكزيتيفز هي المليينات والمسهلات، يعني هي بتنعطى في حال مثلا الإنسان عنده تسمم غذائي وفي يعني في مواد سامة في جسمه، فبدنا إياه يخلص منها بشكل كبير، وبالتالي إحنا شو يعني بالتالي إيش الأفضل إنه يصير إله يتخلص من هاي المواد بسرعة. مثل طبعا اللي هي بتعطيني طبعا إيش وقت أقل عنا للأبزوربشن، يعني ما بتعطيني وقت أعلى يصير فيه أبزوربشن، فبالتالي الانتستينال موتاليتي فعليا كل ما كانت عنا عالية كل ما كان عندي وقت أقل للأبزوربشن، فكل ما كان الابزوربشن اقل، يعني ما في عندي فتره فيها ياخذ ابزوربشن على راحته، لا الليس تايم للابزوربشن. ومثال عليها المغنيسيوم سلفيت. اوكي تمام. هلا المال ابزوربشن، المال ابزوربشن هو ديفيشنسي بالابزوربشن للنيوترينت، يعني الجسم عنده نقص في قدرته على امتصاص المواد الغذائيه، وبالتالي كمان نقص على قدرته على امتصاص الدرج. ليش بيكون عندنا ديزيز؟ ممكن يكون بالانتستين، ممكن يكون بالبنكرياس، او ممكن يكون بايلري اوبستراكشن. هلا شو فعليا اللي بيصير؟ هلا لما يكون انا عندي ديزيز بالانتستين في عندنا ميوكوزا لاير بتكون مغطي الانتستين، هي طبعا هاي اللاير راح تكون لها دور بال absorption اللي بيعمله الانتستين، فإذا كان فيها ديزيز 100% حيقل الايش الابزوربشن بالانتستين. والبنكرياس برضه مسؤول عن انه يعطيني انزيمات مسؤوله عن الهضم، وبتساعد في انه يصير عندنا ابزوربشن، مثل مثلا اللايبيز وكثير انزيمز بتعطيني اياها البنكرياس بتساعدني انه يزيد الامتصاص بالانتستين، فبالتالي البنكرياس اذا فيه مرض معين برضه راح يقل الامتصاص بالانتستين. والبايلري اوبستراكشن في عندنا البايل بيهمني كثير عشان الادويه معظمها حكينا هي ليبيد سولابل، وانا بدي اياه تذوب في الليبيد، والبايل هو المسؤول عن يذوب الليبيد، فالبايل المفروض بالوضع الطبيعي يروح على الانتستين ويساعد في العمليه، لكن لما يكون له اوبستراكشن يكون مسكر يكون في مشكله، بالتالي ما راح يروح هذا البايل الى الانتستين، والانتستين ما راح تعمل ابزوربشن بالريت الطبيعي، فبالتالي ايضا المال ابزوربشن ديكريسز عندنا الانتستينال ابزوربشن. اوكي
الانتستينال بلد فلو. هلا الانتستينال بلد فلو كيف نفهمها؟ نفهمها كالتالي، انه انا عندي دم كثير عندنا بفلو بالانتستين، فبالتالي الامتصاص حيكون اعلى لانه الديفيوجن حيكون اعلى، يعني عندي دم كثير بيقدر يستقبل دراجز ومواد تدخل فيه، الديفيوجن ريت له راح يكون عالي، وبالتالي اذا كان الانتستينال بلد فلو عالي راح يكون عندنا كويكر ابزوربشن وابزوربشن احسن وعالي. تمام. هلا ليش انه الديفيوجن زي ما حكينا بيكون عالي بروح على الدم هاي المواد؟ هلا في عندنا كمان نقطه اللي هي الدراج انتر اكشن. هلا مثل الانتي اسيدز، الانتي اسيدز اللي هي مضادات الحموضه ايش مالها؟ بتقلل من الايرون ابزوربشن. وبرضه في عندنا كمان شغله مثال اللي هو لو الايرون اجى ارتبط مع التتراسايكلين، فبالتالي راح يعطوني برضه مركب غير قادر على انه يصير له امتصاص، بنسميه عندنا بنسمي هاي البروبرتي كليتنج بروبرتي. الكليتنج بروبرتي يعني قدره انه الايون ايون مثل عندنا مثلا الايرون يجي يرتبط عندنا بمثلا التتراسايكلين، وبالتالي بتحولوا الاثنين لماده غير قابله للامتصاص. تمام. هلا رح نحكي ايش بصير عندنا ما بعد عمليه عندنا الامتصاص. بعد عمليه الامتصاص بيجي عندنا الدراج ويل باس فروم ذا انتستينال وول للبورتال فينوس بلاد. اوكي، اذا هاي عندي انا الانتستينال وول اجت عندي وراح يصير عندنا لها باسنج للبورتال فين. اذا هاي الانتستين راح يصير عندنا للبورتال فين زي ما احنا شايفين، وعندنا ذن تو عندنا الليفر. هلا بالليفر هي اجينا احنا للليفر، شو راح يصير عندنا؟ هلا بالليفر عندنا طبعا بعد الليفر بتروح عندنا للهيباتيك فينز اللي بتكون من الليفر طالعه، وبعدين من الهيباتيك فينز بتروح على السيستميك سيركوليشن. هلا ايش فعليا اللي بيصير؟ اللي فعليا انه لما توصل عندنا الدراج للليفر في عندنا شغلات رح تصير. في عندنا شيء اسمه first pass or pre systemic metabolism or elimination، هذا اللي بنختصره بال FPHE. ايش بيكون؟ اول شيء انه الدراج لما انا اعطيه اورالي ويمشي بالجي اي تراكت حيمر اجباريا في الوول اوف سمول انتستين. ماشي، يعني راح يصير ميتابوليزم واليمينيشن لشويه دراجز بالوول اوف ذا سمول انتستين، وبرضه راح يصير اليمينيشن وميتابوليزم لبعض لاكثر جزء من الدواء في الليفر. الليفر هو المين سايت لل first pass or pre-systematic metabolism or elimination. هلا شو بستفيد منهم؟ هلا هذول معناهم انه انا قاعده بتخلص من الدواء، اوكي؟ قاعده بقلل من الدواء، يعني بعمل له extraction او وبعمل له excretion وبطلعه، يعني انا ما عم بستفيد منه، بعمل له elimination. تمام؟ فالليفر هو بيعمل elimination لكثير ادويه، عشان هيك مرات ما بينعطى الادويه اورالي لانه معظمها خلص حتتدمر وحتوصل يعني حيوصل بعدين للسيستميك بعد ما يطلع من الليفر كميه قليله جدا، فبالتالي انا ما بكون استفدت. تمام؟ هاي النقطه اساسيه. بدنا نعرف شغله جدا مهمه، انه انا الـ FPHE اذا كان عالي يعني الإليمينيشن والحذف للدواء جوا بالليفر عالي، معناته شو رح يكون عندي؟ رح يكون obviously الدم سوري الدراج اللي رح يوصل للسيستميك سيركوليشن قليل، فاللي هو رح نحكي عنه هلأ بالتالي بهاي الفقرة إيش معناه. هلأ اللي بيحكي لنا أنه large PHE of some drugs مثل عنا البروبانولول والمورفين والليدوكين، هذول الـ 3 drugs. طبعاً البروبانولول هو عبارة عن بيتا بلوكر، والمورفين مخدر عنا يعني قوي عنا لا عنا الجسم. طبعا هذول ايش لهم دور؟ هذول عنا راح يعملوا طبعا، وبرضه بنعطي اللوكال انستاتيك اللي هو عندنا الليدوكين، هو عباره عن لوكال انستاتيك. طبعا هذول كلهم ريديوسز عندنا الاماونت اوف ذيس ان الاف بي اتش اي، بقلل كميه الدراج ذات ريتشز ذا سيستميك عندنا بلاد. يعني انا الدواء اللي راح يوصل هون راح يكون قليل، يعني انا فعليا شو لو نعتبر انه هون انا كميه الدواء اللي اعطيتها 500، ماشي، من 500 ملغ، فعليا شو اللي بعد العمليات هاي اللي راح تصير هون ممكن يوصلني للسيستميك بس 150 ملي جرام. ففعليا شو اذا كان الـ FPHE عندنا عالي راح يوصل عندي كمية قليلة من الدواء، والعكس صحيح اللي راح نحكي عنه. تمام. طبعا it reduces their oral fractional systemic bioavailability. شو يعني هذا الـ oral F الكابيتال F؟ هاي معناها انه كمية الدواء اللي انا اعطيتها orally قلت بشكل كبير لما وصلت للسيستميك، يعني اللي اعطيته
حرارته بالماوس كان 500 وصل 150، معناته إذا كان الـ FBHE عالي 100% الأورال F الكابيتال F حيكون واطي، تمام؟ إذا العلاقة بينهم عكسية. طبعاً while drugs with عنا low FBHE مثل الوارفارين والثيوفيلين والفينوتين would have عنا higher عنا أورال F. الوارفارين هو عبارة عن أنتي كوأجلانت، أورال أنتي كوأجلانت، والثيوفيلين بيستخدم لا الربو، وعندنا الفينوتين بيستخدم لا مضاد لا الصرع. طبعا هذول راح يكون لهم هاير اورال اف. اوكي تمام. هلا نيجي نلخص الكلام. with large FPHE much larger therapeutic dose of a drug is needed. يعني لما يكون عندي الـ FPHE اللي رح يعمل elimination كثير موجود، معناته أنا بدي كمية دواء لعشان واحد يعمل له therapy، يعمل له treatment، يعمل له علاج عالية. أوكي فdrug is needed عندنا طبعا بيكون أعلى. الـ dose of drug that is needed orally رح تكون أعلى من الparenteral. الparenteral سبق وحكينا الparenteral هي اللي بيكون عن طريق injection. أنا لما أعمل إنجكشن طوالي بروح على البلد، يعني ما بيمشي ما بيجي على الليفر ولا بيجي على يعني طوالي بروح على السيستميك بلد. فبالتالي لو أنا دخلت 500 بارنترال حيوصل للجسم 500، أوكي؟ بس لما أدخله أورالي 500 رح يصير لها ديستركشن معظمها وتصير مثلا 150. هاي النقطة الأساسية. فبالتالي obviously كمية الدواء اللي أنا حاعطيها عن طريق الفم حتكون أعلى من اللي حاعطيها بالبارنترال إنجكشن. هلأ the liver diseases، هلأ الليفر مريض، يعني في مرض في الليفر، بالتالي رح يكون عندنا شو؟ رح يكون عندنا نقصان بالفيرست باس بريسيستميك عندنا هيباتيك إليمينيشن. هذا الـ FPH رح يكون فيه رح يقل، رح يكون decreased، and thus عندنا اللي هو الـ oral F اللي هي كمية الدواء اللي رح توصل للسيستميك، شو رح تكون؟ رح تكون زادت. ليش؟ إنه ما صار تدمير أو إليمينيشن للدواء بشكل كبير. This demands reduction in oral dose of the drug لما يكون عندي large FPHE to avoid rise in its plasma level. إيش يعني؟ يعني مثلاً أنا بيجي عندي مريض، لازم أعرف أول شيء الليفر كيف عنده. إذا عنده الليفر فيه disease، بدل ما أعطيه الجرعة اللي بعطوها orally طبيعية لدواء، لا بعطيه جرعة أقل. ليش؟ إنه ما رح يصير elimination عالي زي الوضع الطبيعي، رح يصير elimination أقل. فبدي أنتبه عشان ما يصير عنده الكمية الدواء كثير عالية في البلازما، بالتالي يصير عنده توكسيسيتي وتسمم، لأنه ما في إليمينيشن بجسمه بالوضع الطبيعي، ما في تخلص من الدواء. فكأنه التركيز إذا بعطيه بالنسبة العادية حيكون كثير عالي عليه، لأنه أنا التركيز لما أعطيه بكون محسوب أنه يعني التركيز أنا حاسب أنه الـ FPHE له دور، فاللي بيوصل بيكون ثيرابيتك. بس لما أنا الـ FPHE يكون أصلا قليل، وقت بدي أقلل الدوز لهذا المريض عشان ما يصير عنده توكسيسيتي ويكون موجود عالي بالبلازما ليفل. أوكي الدواء. هلا رح نحكي عن هيبياتيك مايكروزومال انزيم اندوسرز انكريسنج الـ FPHE. هلا اذا كان الانزيمز اوف ذا ليفر شغاله، وكمان اللي هي محفزات هاي الانزيمز عاليه، 100% حيكون عندنا الـ FPHE عالي، and so الاورال رح يكون ديكريس، لانه علاقه ما بينهم عكسيه حكينا. فبالتالي الدواء اللي رح يوصل للسيستميك رح يكون قليل. This needs an increase in oral dose of the drug. لازم اعطي هذا الشخص larger dose عندنا، تمام؟ عندنا طبعا with drug with large FPHE طبعا to avoid decrease in a plasma level which would decrease its therapeutic effect. لأنه إذا ما أعطيته هاي الدوز العالية راح ينقص كمية الدواء في البلازما، وبالتالي ما في treatment، therapeutic effect راح، العلاج راح الفاضي، صح؟ والهيباتيك مايكروزومال انزيم انهيبيتور، في عنا انهيبيتورز هاي الانزيمز، تمام؟ إذا صار انهيبيشن إلهم حيقلل الـ FPHE إذا صار انهيبيشن، وبالتالي إيش عنا؟ راح يزيد الأورال F. وبدنا ننتبه أنه أعطيه كمية إيش تكون ان اقل من الدواء عشان اعمل افويد انه يزيد بالبلازما ليفل بشكل كبير ويصير عنده توكسيسيتي، تمام؟ هلا عندنا كيف احنا بنحسب الـ FPHE؟ بنحسبه عن طريق شو؟ بعرف انا الليفر قديش بيعمل elimination لدواء او extraction ratio of the drug، يعني نسبة الدواء اللي بيتخلص منه. اوكي بدي احسب عنا نسبة الدواء اللي بيتخلص منه او بعمل له extraction، اللي هو انا برمزه بـ ER بتساوي عنا اللي هي CN minus Cout على CN. شو هي CN؟ CN هي الـ drug concentration بالبورتال فين، لسه قبل ما يدخل الليفر، لسه الدواء بوضعه الطبيعي
طبيعي قبل ما يدخل الليفر، اللي صار له امتصاص بس من الانتستين كله تمام لسه ما دخلنا. طبعا السي اوت هو لما يطلع من الليفر في الهيباتيك فين ويروح على السيستميك سيركيليشن، يعني بعد ما يطلع من الليفر هو السي اوت على السي ان. وهيك احنا بنطلع ايش؟ احنا بنطلع النسبه اللي راح يتخلص منها الليفر من الدواء. اوكي تمام. هلا الإفكت of the AR on oral F of the drug may be estimated by. هلا أنا بقدر كمان أعرف ال oral capital F عن طريق هذا القانون اللي هو عندي small F minus إن ال small F مضروبة في ال AR، أو بطلع الأفعال المشترك بصير عندي القانون بهذه الطريقة. هلا شو هو؟ طبعا F هي عبارة عن the fraction of oral dose absorbed from the gut into the portal blood. يعني absorbed عندي بالإنتستين لا البورتال بلود، لسه ما دخلت الليفر، يعني هاي كمية الامتصاص بدون ما يصير إليمينيشن للدواء، لسه كمية اللي بصير لها امتصاص. إيش معناته؟ معناته أنا مثلا في أدوية حسب حكينا عوامل اللي بتأثر بدواء نفسه، في أدوية امتصاصها عالي، في أدوية امتصاصها متوسط، حسب نوع، حسب الليبتوليبيليتي والكيميكال ستركتشر وكثير أشياء. فهسا شو الفكرة؟ في أدوية ممكن تكون أبزورد 100%، في أدوية 50%. هذا بيمثل قديش الانتستن، يعني هذا الدواء له قدرة أنه يصير له امتصاص بالانتستن. ماشي. طبعا هذا قبل ما أدخل على الليفر، لسه ما عملت أنا تخلص. هلأ في طبعا إذا كان الدواء يتم عملت امتصاص 100% فخلص الأف رح تكون 1. أما طبعا وهذا نادر، يعني مش كل أدوية بتكون 100% امتصاصها، وبالأغلب مثلا طبعا بتكون أقل من 1 أو أقل من 100%. سو طبعا إذا كانت 1 خلص أنا بدي أعوض هون 1، فبتصير المعادل 1 minus ER. واضحة سهلة. هلا if 80% of the drugs absorbed بيكون F بتساوي عنا اللي هي 0.8 مضروب في 1 minus ER. اوكي، يعني ال F هون بيحكي لنا انه الامعاء امتصت 80% من الدواء. اوكي، هسا لسه ما بعرف كم حيصير لها extraction، فبدي اطلع كمان اللي راح يصير له extraction، فهي هيعطيني F اللي هو اللي راح يوصل للسيستميك بلد، هاي الكمية اللي راح توصل للبلازما. خلص هاي الكمية انها اي بعد كل العمليات اللي صارت. اوكي تمام. هلا في عندنا شيء كمان، ايش اسمه؟ عندنا ليفر كليرنس اوف ذا دراج. الليفر كليرنس اوف ذا دراج هي عباره عن انه بتحسب كميه الدم الموجود عندنا بالليفر اللي ما فيه دراج، الخالي من الدراج. اوكي، اللي هو خالي من دراج طبعا بنحسبها عن طريق انه يعني عن طريق كيو في اي ار. الكيو هي عباره عن هيباتيك بلاد فلو. طبعا ممكن يكون بالملي، طبعا هو ممكن يكون عندنا بالملي لكل مينت، او بيكون بيكون عندنا بالليتر لا كل اور. هسا الهيباتيك بلاد فلو هو 1300، هذا ثابت، يعني هو 1300، هو طبعا له رينج بس هون عندنا 1300، فمضروب بالاي ار بعرف قديش الليفر ايش عندنا فيه كليرنس من الدواء، يعني قديش الليفر البلاد اللي فيه اللي ما فيه دواء. اوكي، هذا عباره عن يعني البلاد فلو ذات از كلير اوف ذا دراج، ما فيه الدواء، فبضربه بالشيء اللي صار الدواء اللي انا تخلصت منه عملت له اكستراكشن مع اصلا البلد فلو اللي في الليفر. اوكي تمام. هلا ناخذ مثال على الموضوع. drug x was given orally by swallowing in a dose of 600 milligrams. انا اخذت 600 مللغرام. if its fractional absorption from the intestine is 0.5. الفراكشنال ابزوربشن حكينا الابزوربشن هو سمول اف، تمام. اذا هاي السمول اف ايش مالها؟ اللي هي عبارة عن 0.5. الـ ER اللي هي الـ Extraction and Ratio اللي تخلص منها اللي هي 0.6. Calculate its F and the Plasma Concentration. إذا المطلوب الأول F، المطلوب الثاني Plasma Concentration. طبعا معطيني إنه الـ Volume، طبعا الـ Concentration رح نحكي لها قانونه، ومعطيني الـ Volume 3000 ملي، رح نشوف كيف لا رح نحل. هلا حسب القانون السابق F تساوي عنا F small طبعا 1 ناقص ER. هلا بعد وضع عادي الـ F small هي 0.5 و 1 minus 0.6، فبيعطيني الناتج 0.2 أو 20%. شو معنى هذا الكلام؟ معناته فعلياً الكمية اللي أنا أخذتها أورالي بس 20% وصل منها للسيستميك. ماشي؟ يعني بس 20% وصل للسيستميك، يعني الكمية اللي صار لها extraction كبيرة، يعني هذا الدواء أنا بس 20% استفدت منه.
هلا ال amount of dose that is absorbed عنا to systemic عنا blood the plasma كيف إحنا بدنا نحسبها؟ بنحسبها عنا أول إشي لازم نعرف إحنا الكمية اللي صار لها عنا امتصاص صح ولا لا صح. هلا أنا بقول لك بس 20% صار الامتصاص، فإذا أنا أعطيتكم 600 و20% بس امتص، ف100% شو راح احكي 600 ضرب 20% او 0.2 واللي هو بيعطيني 120 ملي جرام. يعني فعليا من ال 600 انا استفدت بس 120 لانه هو بيمتص بس 20%. اوكي، فضربت النسبه اللي راح توصل للسيستميك بالكميه الاساسيه، لانها حتعطيني الكميه اللي راح توصل للسيستميك، والكميه اللي راح توصل للسيستميك زي ما احنا شايفين 120 هلا ملي جرام. هلا البلازما كونسنتريشن بتهمني اني اعرف هي عباره عن الكميه الدواء. اوكي، نحكي عندنا مثلا الماس، خلينا نحكي of the drug بالسيستميك. اوكي، على اللي هو الفوليوم، هو معطيني الفوليوم تمام. فانا الكميه اللي بتوصل للسيستميك 120 على 3000 بتعطيني 0.04 ملي جرام لكل مل. و عشان احوله لمايكرو بضرب ب 1000 تمام، بصير عندي 40 مايكرو جرام لكل مل، عشان يعني الرقم يكون مقبول اكثر وما تكون لان يعني الارقام صغيره مش حلوه، فهيك احنا بصير شكلها احسن. اوكي تمام، هاي بالنسبه لإله. هلا رح نحكي عن الاورال سيستميك بايو افيلابيليتي. لما نحكي عن بايو افيلابيليتي بحكي عن قديش يعني كميه من الدراج رح تكون افيلابل لايش عندنا، لا الكميه قديش كميه من الدراج رح تكون عندنا افيلابل للسيستميك، قديش كميه دراج بتكون موجوده بالسيستميك. اوكي طبعا مين اللي بعبر عنها؟ قبل كنا نحكي عن احنا شو الاف كابيتال، هي عباره عن كميه اللي رح توصل من كل دراج للسيستميك بلاد. طيب اذا هو الاف percentage of an oral dose of the drug هي ايش اللي بتعبر عن البايوافيلابيليتي. اوكي، that reaches the systemic blood after its oral administration، هاي اللي بتعبر. اذا الفراكشنال اورال سيستميك بايوافيلابيليتي كيف احنا فعليا من وين اجت؟ ليش انا بحكي فراكشنال للاورال على فراكشنال اورال للسيستميك؟ اوكي، هلا فعليا شو؟ فعليا احنا لما نعطي دواء وبيمشي بالجي اي تراكت عارفين انه راح يصير الاول شيء absorption بالامعاء، بعدين حيدخل الليفر فيصير عندنا الابزوربشن والاليمينيشن متساويين، نسميها مرحله هنا البلاتو اللي هي ثبات ما بين الابزوربشن والاليمينيشن، بعدين يصير عندنا اليمينيشن يصير اليمينيشن عندنا بالليفر. المساحه تحت المنحنى اللي هي اريا اندر ذا كيرف هنا بتعبر عن كمية الدواء اللي رح يوصل للسيستميك. خلص يعني الدواء بعد ما تعرض لكل إشي elimination absorption آخر شيء اللي رح يوصل منه هو area under the curve. هسا لو أنا أجيت طبعا بدي أقارنه مع شو؟ مع لما أعطي الدواء بدون ما يصير له أي نقصان. طب شو الطريقة اللي بعطي فيها الدواء بدون ما يصير له أي نقصان؟ لما أعطيه intravenous، طوالي أنا حطيته بالبلط، يعني ما اضطريت أني أمشي بمعدة وأعمل absorption وبعدين أمشي بأمعاء وأعمل absorption بعدين امشي بالليفر ويصير اليمينيشن، لا ما اضطريت لهي العمليه كلها، طوالي اعطيته انترافينس وصار عندي بالبلد، فبالتالي ما في ابزوربشن، هو اوريدي في البلد، فما في مرحله ابزوربشن، رح تصير بس اليمينيشن، انا استفدت من الدواء بدي اتخلص منه اعمل له اكسكريشن، بس في مرحله الاليمينيشن تكون موجوده. فبالتالي اف اللي بتعبر عن قديش نسبه الدواء اللي وصل للسيستم حتكون 100% لانه ما في شيء راح، لانه ما في شيء صار له اليمينيشن بالليفر. اوكي هلا يعني خلص كل 100% اللي انا اعطيته، لو اعطيت مثلا خلينا نحكي جرعه اكس من الدواء انترافينس راح يوصل للسيستميك بلاد اكس، ما راح يتغير. فعشان هيك احنا بنقارن مع الانترافينس لانه بيكون نفس القيمه ما تغيرت، فهي عباره عن اني انا اقسم عندنا الاريا اندر ذا كيرف، عشان هيك بنحكي فراكشن، هي قسمه اريا اندر ذا كيرف للاورال دوز على الاريا اندر ذا كيرف للانترافينس، عشان هيك هي طبعا 100% البرسنت الاف لا الاي في بتكون 100%. هلا الاي يو سي از ذير اندر عندنا الكونسنتريشن تايم، سي تي كيرف هاي الكونسنتريشن بلازما البلاد اخر شيء قديش حيكون فيه دواء، والتايم. اوكي عشان هاي الكيرف اسمه بلازما كونسنتريشن كيرف، بلازما كونسنتريشن تايم كيرف عندنا ات ريبريزنتس الاماونت اوف دراج ان ذا بلازما. الكابيتال اف ميجرز ذا اكستنت اوف سيستميك باي افيلابيليتي، بتعطيني مدى اللي راح يستفيد منه، يعني يصير افيلابل للسيستميك بلاد. اوكي مدى الدواء اللي راح يكون افيلابل هو عباره عن برسنتج، شفنا احنا هي عباره عن برسنتج. هلا يوجوالي عندنا الاف از ان لوور ذان 1 بحاله الاورالي، لما انا اعطيه اورالي باي سولوينج، لكن طبعا بيكون ايكوالز ل 1 لما اعطيه انترافينس، لانه انترافينس
في ناس ما بصير له شيء، بس لما أعطيه بالماوث بصير عندنا كثير عمليات بتعمل إلمينيشن بالليفر، فبالتالي الأف أكيد نسبتها حتكون أقل من واحد، مش كله وصل، مش اللي أعطته أورالي وصل نفسه للسيستم، قل بشكل كبير. شفنا المثال لما حليناه كنا معطينه 600 اللي وصل 120. تمام، هسا الفاكتورز أفكتينج الأورال سيستميك هاي طبعا زي مراجعة البيو أفيلابيليتي أوف ذا دراج. أول شيء الفارماسيتيكال فاكتور الدراج نفسه، ماشي، يعني هي ريليتد للدراج نفسه كيف بيأثر عندنا، والجي اي تي فاكتورز اللي حكينا عنهم افكتنج ان الابزوربشن، والاف بي اتش اند فاكتورز افكتنج ات، هاي كلها بتاثر في البايو افيلابيليتي. تمام، لانها بتاثر في الاف. هلا البايو افيلابيليتي الكابيتال اف بتعبر عنها، الاف بي اتش اي بتاثر بالكابيتال اف، الجي اي تي فاكتورز بتاثر بالكابيتال اف، بتاثر بالكميه اللي رح يصير لها امتصاص، صح ولا لا؟ الفارماسيتيكال فاكتورز نفس الدواء هو السولابيليتي تاعته، هل هو ليبيد سولابل مش ليبيد سولابل، كيف حيصير له امتصاص، هاي كلها عوامل اللي هي بتاثر بالبايو افيلابيليتي. اوكي تمام، هسه زي ما احنا شايفين بدي اوجيكم هون عندنا الكيرف. هذا الكيرف بيمثل عندي مرحله لما انا اعطي الدواء بالماوث اللي هو بالاحمر اورالي، يعني بصير عندي ابزوربشن بلاتو فيز بعدين اليمينيشن، لكن لما اعطيه بالاي في بس بتكون مرحله اليمينيشن. طبعا هاي المرحله اليمينيشن هي خلص بتخلص من الدواء، مش اليمينيشن تبع الليفر، لا هاي اليمينيشن خلص انه بدي اعمل له اكسكريشن باليورين او بالفيسز، خلص انه خلص مفعول الدواء. تمام، بس اللي انا دخلته هي بكون اعلى هي نفسها اللي انا دخلته هو ما تغير، ماشي. فلكن هون احنا في شيء بصير له ابزوربشن، في شيء بصير له اليمينيشن، بضل كمان نعمل اليمينيشن، فما بيكون عندنا 100 يعني الاف كابيتال بتكون ايش عندنا less than 1 لإله، ولا اللي بيكون بالماوس لانه صار عندنا اليمينيشن. بس هاي هي. هلا طبعا في شغله مهمه جدا نقارن بينهم، هلا انه نميز ما بين الاكستنت اوف افيلابيليتي اللي هي هاي النقطه والريت. اوكي، والريت، الريت يعني في زمن. اوكي، الريت اوف الافيلابيليتي، الاكستنت اوف افيلابيليتي اللي هي حكينا ريجاردينج تو ذا برسنتج اوف الكابيتال اف. تمام، لكن الريت اوف ابسوربشن بيعتمد عنا على التايم نيدد تو جيت للبيك اور ماكسيمال كونسنتريشن، اوصل لاعلى كونسنتريشن ممكن تكون في البلازما في وقت معين. اوكي، في وقت معين، اذا هي الماكسيمال بيك. الريت بيحسب عندي معدل وصول الدواء لاعلى قيمه او لاعلى كونسنتريشن تركيز الاقصى عندنا في وحده زمن. وين الدراج ابزوربشن سريع، اذا الدراج ابزوربشن سريع جدا ما بحتاج وقت كثير حتى اوصل للماكسيمال، يعني بوصل للماكسيمال بوقت خفيف لانه الابزوربشن عالي فالكونسنتريشن بزيد بسرعه وما بيحتاج وقت. فذن ذا تايم نيدد تو ريتش الماكسيمال، الماكسيمم بلازما از شورتر، ما بحتاج كثير. تمام، compared to slow absorption of the same drug dose if given as a slow release preparation. شفنا الـ slow release preparation بصير عندنا slow absorption، فعندنا رح يكون minimum maximum value، يعني رح تكون كثير واطي او يعني قليلة. اوكي، يعني التركيز حيكون قليل لانه الابزوربشن قليل ورح تاخذ وقت اطول حتى عندنا ايش يصير لها امتصاص. اوكي تمام، هسا نيجي نشوف عنا الرسمة هاي جدا حلوة، فيها عنا ثلاث أدوية، دواء A ودواء B ودواء C. هسا أنا وياكم رح نشوف إنه دواء A هو البيرفكت، رح نقارن B وC فيه. هلا أول إشي هذا عبارة عن الكيرف، حكينا عبارة عن بلازما كونسنتريشن مع التايم كيرف. هلا بلازما كونسنتريشن عبارة عن كمية الدواء التركيزه في البلازما والوقت خلال عنا الوقت، هذا الريت يعني بعبر عندي عن الريت. هسا الفكرة شو إنه الدراج A زي ما إحنا شايفينه عنا ماشي اموره وصار عندنا هون absorption plateau phase elimination كل شيء تمام. نشوف الدراج بي اللي رح نقارنه بايه. الدراج بي زي ما احنا شايفين صار absorption بس اقل، صار له الماكسيمم هون عندنا الماكسيمم له وصل بنفس الوقت نفس التايم للي وصل لاي، يعني الماكسيمم الاثنين وصلوا لذير ماكسيمم مثلا الوقت هون نفسه. تمام، اوكي، فاي وبي وصلوا بنفس الوقت، يعني الريت للبيو افيلابيليتي يعني سرعه الامتصاص له ووصوله للسيستميك متساويه، لكن التركيز مختلف، تركيز بي اقل من A، وهذا يدل انه بي الشركه اللي صنعته ما صنعته بطريقه انها كويسه حتى تكون مثل A. لو انا شفت A هو البيرفكت، ماشي، انه الدوز اقل، ممكن حطوا دوز اقل، ممكن الشركه لعبت بالدوز الى اخره، فصار عندي الكميه اللي وصلت للدم اقل. تمام، اوكي،
هلأ بدي أقارن A ب C. هلأ شو اللي في الحالة C؟ أنا هون عامل slow preparation، أنا هون بالعمدان بعطي هذا، أنا إنسان مثلا الدكتور بوصف هذا الدواء لناس عندهم chronic disease، مرض مثلا بده وقت طويل حتى يتعالج مزمن، فبعطيه بخليه على مهله الدواء يصير امتصاص، عشان الواحد ما يضله ياخذ دواء طول الوقت. فإيش اللي بصير فعليا؟ فعليا أنا عندي الماكسيمال إله رح يكون قليل، لأنه الكونسنتريشن في البلازما قليل، الابزوربشن قليل، فبالتالي الكونسنتريشن قليل، إذا الامتصاص قليل، وبالتالي التركيز قليل، وبالتالي القيمة القصوى للتركيز قليلة، إن هي مينيمم حتكون، وبالتالي هنا شو عنا رح يكون له الامتصاص قليل، تمام؟ لكن الكمية تبعته عادي كاملة، ما في إشي، أعطاني كل كمية. يعني لو حسبت المساحة تحت المنحنى لـ C والمساحة تحت المنحنى لـ A رح تكون متساوية، يعني لأنه أنا شو اللي صار؟ هون عندي تركيز أعلى بوقت أقل بـ A، بس عندي بـ C شو؟ عندي تركيز أقل بوقت أعلى، يعني نسبة وتناسب، تمام؟ يعني هاي هي فكرتها. فبالتالي درك A رح يصير له rapid absorption عنا، ورح يكون عنا absorption availability، فهو بصير له absorption عالي، وبالتالي concentration له عالي، و completely available الاف له بتساوي عن ايش؟ واحد. هذا ايه بدنا نقارنه ب بي، بي اللي هو rapid absorption ممتاز، الريت تاعه ممتاز زي ايه، بس المشكلة انه بس 50% اللي bio available، 50 بس، اف اللي هو عبارة عن 0.5 هو اللي بس وصل، معناته فيه اما غلط بالدوز، اما غلط بتركيب الدواء، انه خلى يوصل بس 0.5، عشان هيك التركيز اقل، تمام؟ طيب عندنا الدراكسي هو بس سلو، ولكن الافيلابيليتي له عادي، عاليه وامورها تمام. تمام، اوكي. هسه رح نحكي عن البايو اكويفالنس. هل البايو اكويفالنس رح نستنتجه من اللي حكيناه قبل؟ هلا فعليا البايو اكويفالنس هو كالتالي، مفهوم عندنا صيدلاني، اوكي؟ يعني ليش مفهوم صيدلاني؟ انا بستخدم لما اجي اصنع الدواء، تمام؟ هلا في شركات بتحكي والله انا في عندنا دوايين A ودواء B، ودواء A من شركه ودواء B من شركه. طب انا كيف بدي اعرف انه الاثنين بيشتغلوا نفس الشيء؟ لو انهم الشركه بتحكي انه دواء A نفس B، ماشي، او يعني شركتين بيحكوا انه دواء A نفس B، بس انا كيف بدي اتاكد؟ بتاكد عن طريق شغلتين اساسيه، الاكستنت اللي حكينا اللي هو الاف، يعني كيفت الاف، والريت اوف باي افيلابيليتي اللي هي عباره عن الكونسنتريشن، الماكسيمال كونسنتريشن على في الوقت، اوكي، يعني ريجارد تو ذا تايم اوف وان دراج طبعا. فبالتالي اقارن هاي لا الفورم الاول من الدراج مع الفورم الثاني للدراج، هم ديفرنت، صح؟ طبعا اذا كانوا الدراجز الاكستنت والريت متشابه، يعني لو اجيت انا اشوف على هاي الرسمه، لو جبت انا دواء اسمه دي، اوكي، والدواء دي لما اجينا استخدمناه وشفناه طلع معي منطبق على ايه، معناته هو بايو اكويفالنت، الريت نفسه وصل للماكسيمال بنفس الوقت، والاف له نفسها كله، الكونسنتريشن نفسه، تمام، اوكي. لو جيت اقارن بي لا بي مختلف، تمام، اوكي. هلا طبعا وبالتالي اذا كانوا هم بايو اكويفالنت، فبالتالي حيكونوا ثيرابيتيكلي بايو اكويفالنت، يعني حتى تاثيرهم العلاج حيكون متساوي. شو التاثير العلاجي؟ هلا نعرف شو يعني. هلا ثيرابيتيك عندنا رينج، في عندنا شيء اسمه ثيرابيتيك رينج اللي هو عباره عن الماكسيمال يعني كونسنتريشن عندي مع المينيمم، هون ثيرابيتيك رينج. لو انا اجيت نزلت هون مثلا الدواء كان تاثيره، هون الدواء ما له تاثير، اذا اقل من الماكسيمال اقل من ثيرابيتيك رينج ما راح يعمل تريتمنت. في الثيرابيتيك رينج اذا كان مثل ما حكيت عندي دي اوريدي منطبق على ايه، فبالتالي لهم الثيرابيتيك رينج نفسه، تمام، او الثيرابيتيك سيربي يعني العلاج لهم رح يكون نفسه. طيب فهاي بالنسبه له، تمام. It is needed when the drug is synthesized by different manufacturers، يعني مثلا شركة غير عن شركة صنعته، او مثلا طريقة تصنيع مختلفة، المثل غيرناها، اوكي. هلا رح احنا هلا كنا نحكي عن الاورالي، كيف انا لما احط بالماوث. هلا لما انا مثلا ابلش احط لنا الدواء سبلينجوال، يعني تحت اللسان، ادمنستريشن، طبعا معظم الوقت بيكون عباره عن تابلت، بيكون ممكن لينجوال سبراي، ممكن يكون لنا رش عندنا بالتنج، يعني تحت التنج. طبعا الافكتها كثير سريع، فيو مينتس. طب ليش سريع؟ لانه في عندي دايركت ابزوربشن، في عندي تحت اللسان شعيرات دمويه بتعمل ابزوربشن مباشره عندنا للدرج. هلا الجي اي تي اند ليفر ار عندنا باي باس، يعني شو؟ يعني انا الجي اي تراكت
كله والليفر ما حمرق فيه، فبالتالي اموري تمام، انا ايش ما رح يصير لي اف بي اتش اي اللي هي ما في اف بي اتش اي في هالمرحله، خلص از افويدد، فما رح يصير اليمينيشن. طبعا السيستميك بايو افيلابيليتي رح تكون اذا هاي، اذا البايو افيلابيليتي اللي هي لها علاقه بالكابيتال اف، وكنا نحكي انه الكابيتال اف علاقتها عكسيه مع الاف بي اتش اي، وبالتالي اذا ما في اف بي اتش اي رح تكون الاف كامله كبيره، بحيث كانه 100% فعليا اللي وصل للسيستميك بلاد، فالبايو افيلابيليتي له عاليه. طبعا مثل عندنا الجليسرول تراي نايتريت تابلتس، هاي بتنعطى سبلينجوال عشان تعمل ريليف للذبحه القلبيه، عندنا بتكون حاده اكيوت، في إشي حاد بدي تاثير سريع، مش كرونيك، لما احكي كرونيك مزمن لا، بدي تاثير يكون بطيء، رح نشوف كيف، بس لما يكون حاد انا بدي حل سريع، فبدي اعطي مثل هاي التابلتس اللي بتخفف الذبحه الصدريه القلبيه. اوكي، هلا الريكتال هنا طبعا لنعرف شغله اساسيه بالريكتال، الريكتال عندنا الدوس فورمز بتكون على شكل سبوستريز اللي هي تحاميل، هاي التحاميل عباره شو؟ عباره عن واكسي ماتيريال شمعيه، او ممكن تكون كوكونات اويل زيت جوز الهند، هي بتكون مغلفه الدواء تمام. هاي الواكسي ماتيريال ليه بستخدمها؟ لانه لما انا احطها بالريكتام عندنا بتذوب، لانه درجه حراره الريكتام جدا عاليه. هلا شو اللي بصير فعلا؟ انه هي ملت عندنا ات الكور بادي تمبرتشر تو ريليز الدرج، بعدين بيطلع منها الدرج عندنا absorption. هلا الريكتم مقسم لعدة أقسام، عندنا lower one third، يعني الجزء الأول إشي اللي هو بيكون عندنا تحت، هذا الجزء اللي هو of the rectum بيصير directly للsystemic blood بروح، لأنه فعليا شو بيكون أنا عندي inferior rectal veins، وهاي inferior rectal veins طوالي بتروح على systemic، لكن إذا أنا رحت على upper rectum راح يروح على superior عندنا rectal veins، ومن superior rectal vein راح يروح على portal vein، والportal vein راح يودينا على الليفر، وراح يصير عندنا الـ FPHE ورح يصير على elimination. فالمكان اللي يعطى فيه الدراج مهم جدا بالريكتم، لانه it could be ان بدون الـ FPHE ممكن تمشي بالـ FPHE وتطلع عنا للليفر. So عنا الـ upper can go to the liver by portal blood, so exposed عنا to الـ FPHE. Absorption can be variable from lower rectum. A quick effect occurs, يعني بيعطيني تأثير سريع. Indicated عنا طبعا ما تبعطي الدواء ايش الحالات؟ الـ vomiting و الاستفراغ، يعني صعب انه ياخذ دواء لانه في استفراغ، والتشيلدرن لما خاصه كانت حراره عشان بدي تاثير سريع اخفض هاي الحراره، والجاستريك ايريتنس اي شيء بوجع المعده او يعني بياثر عليها، واذا كان كمان في بيبتيك السرز يعني في عندنا قرح في المعده فالدواء ممكن يزيد القرحه او يزيد المها، والكوما في حالات كمان اللي هي عندنا الكوما. اوكي يعني غيبوبه. هلا رح نحكي عن البارنترال عندنا ادمنستريشن للسيستميك عندنا افكت تبعها. هلا احنا حكينا عن الاورال كامل وخلصنا الاورال، هلا رح نحكي عن البارنترال. البارنترال اوريدي حكينا هو عباره عن انجكشنز، وبما انه انجكشن طوالي رايحه للبلد فالبايو افيلابيليتي له عاليه. الدوز فورمز ايذر اكويس، كيف بتكون اكويس سوليوشن يعني محلول مائي، او ممكن يكون محلول في زيت، بيكون بفايلز او امبيولز، هي العلب اللي يكون فيها الدواء. سم تايم ان ات كمز از ان باودر، احنا من باودر او كريستال احنا بنعمل له يعني ديليوشن او يعني بنحضره، طبعا بنعطي له سيوتبل سولفنت وقبل ما نعمل له انجكشن، بس الاغلب بيكون عندنا اويل. تمام، بيكون دراج ان اويل. هلا السبكوتينيوس اللي هي راح بيكون ابزوربد انتو عندنا سيستميك بلاد برضه طوالي مباشره، ان الكابيلاريز اوف ذا سبكوتينيوس ان طبعا اللي هو ابزوربد انتو سيستميك بلاد باي الكابيلاريز اوف ذا سبكوتينيوس تيشو. الان بس نعرف شغله اساسيه هلا عشان نقارن كمان شوي، هسه سبكوتينيوس فيه كابيلاري، بس الكابيلاريز اللي فيه راح نقارن كمان شوي انها اقل من الانتراماسكولار تمام، عشان هيك الافكت تاعه بياخذ وقت من 7 ل 10 دقائق. طبعا عندنا avoid irritant drugs and عندنا not sometimes طبعا وين احنا بنعطي السايتس هلا رح نيجي. طبعا ليش انا بحكي avoid irritant drugs؟ لانه subcutaneous في عندي نيرفز كثير، اذا انا جيت اعطيت الدواء فيها خلاص رح يصير الواحد يتالم بشكل كبير اذا كان اصلا الدواء بسبب تحسس تمام، and ما بصير اعطي فوليوم كبير، يعني ما بصير اجي احط الابره وفجاه اعطي كل الدواء مره واحده اضغط عليه ويدخل الجسم، كاني عم بضرب النيرفز جوا، فكثير اشي مؤلم تمام. فطبعا عشان هيك ما بصير احط حجم كبير مره واحده. السايتس زي ما احنا شايفين بهاي الصوره، عندنا الابر اوتر ارم زي ما احنا شايفين هون، وعندنا كمان الفرونت اوف ذا ثاي، وعندنا اللي هي الانتيرير ابدومينال وول. الانترا ماسكولار الايفكت عندنا طبعا كمز ان 5 مينيت، شوفوا اقل لانه انا عندي رح يكون
يكون الكابيلاريز أكثر من عندنا السبكوتينيوس. السايتس اللي هو عندنا الجلوتيال ريجن، ها سوري الجلوتيال ريجن هون، طبعا الجلوتيال ريجن بدي أجي أنا هون لها طريقة معينة لازم نفهمها. لما أجي بدي أعطي بالجلوتيال ريجن أنا لازم أقسم المنطقة أول شيء بالنص، بعدين أجي أقسم بالنص مرة ثانية هون وأقسم لفور كوادرنتس بحيث يكون عندي أربع أرباع. أنا أكثر منطقة سيف أني أعطي بالربع الخارجي، ليش؟ لأنه أنا عندي سياتيك نيرف بيمشي، فإذا أنا أجيت ضربت السياتيك نيرف هنا مشكلة بصير لنا شلل بالعضلات اللي بيعملها سبلاي. تمام؟ طيب هسا upper outer arm اللي هي الدلتويد مسل زي ما احنا شايفينها، بالدلتويد مسل برضو بنعطي الارتنت دراجز، ممكن نعطيهم IM. ليش؟ يعني انت مسكنا ليش؟ لانه local pain محل الالم، ما رح يكون زي السبكوتاني والألم كبير والى اخره. IM root may be useful for large طبعا ممكن اعطي large volume برضو لانه الالم بالمسل مش كبير زي السبكوتاني. تمام؟ اوكي. هسا الانترافينوس كيف بده يكون عندنا؟ slowly done immediate عندنا effect since no absorption. تمام؟ فزي ما احنا شايفين انا لازم اعطيه شوي شوي، رح يعطيني مباشرة تأثير كبير. اوكي؟ طبعا ما في absorption، احنا عارفين 100% bioavailability، ما في عملية absorption already في الدم هو. طبعا large volumes may be given، ممكن اعطي large volume بس ما بصير اعطي fast injection. fast injection مميت، يعني ممكن يسبب الوفاة لانه dangerous، لانه بيعمل عندنا هاي بتنش ممكن يقلل الضغط فجأة. أوكي؟ أو ممكن يعطيني cardiac arrhythmia يعني عدم انتظام بالنبضات القلب. أوكي؟ that may be fatal يعني قاتل أو إلى آخره. طبعا مثل المنطقة اللي احنا نعطي فيها الانتيكيبيتال فين، هاي زي ما احنا شايفين هاي الانتيكيبيتال فين احنا هون. هسا ننتبه هالشغلة، احنا يفضل لما نعطي الإبرة نعطيها باللاترال part of the arm أحسن مني أعطيها بالمنطقة الداخلية هون بالميديا، لأنه إذا بعطيها جوا في عند البريكيال نيرفز بدي اتجنبهم فبعطي برا اضمن. اوكي تمام. وكمان بدي اعمل افويد انه يصير عندي ليكينج، يعني لازم امسك الابره وانا يعني دخلتها بثبتها بايدي تثبيت منيح عشان ما يصير ليك حوالين الفين وبصير يعني سبكوتينيوس صار سبكوتينيوس ويكون اريتنت وبسبب الم كبير، وهذا الشيء احنا نتجنبه. اوكي طبعا من الامثله اللي هي الامينوفيلين، هاي عندنا سم دراجز احنا فيها لازم ننتبه. اوكي انهم اريتنت. هلا الفاكتورز افكتنج سيستميك ابزوربشن افتر انجكشن، اول شيء التيشو بلاد فلو، ثاني شيء الدوز فورم والهايلورونيديز والبايندينج اوف دراج تو تيشو. التيشو بلاد فلو هلا الفكره بتعتمد على شو؟ بتعتمد الاريا على اذا كانت كول اريا او انه انشوك. هلا شو الفكره؟ الفكره انه هون احنا لازم اذا كانت بإنشوك الجسم بيكون الدم فيه منخفض، فبالتالي الأطراف والأماكن اللي احنا رح نعطي فيها انجكشن رح يكون فيها ايش؟ النفاز كونستريكشن، يعني ما في مش الفيسل مش واسع عشان يستقبل المواد، وما فيه بلد فلو عالي. تمام؟ في حالة انه الإنسان كان بارد أو في حالة الإنسان كان في شوك، عشان هيك أنا السبكوتينيوس بدي ايش؟ عندي أتجنبه خاصة عندنا في الشوك، لأنه أنا بدي رابيد إفكت والسبكوتينيوس هياخد معي وقت حد ما يعطيني إفكت، فأنا ما بدي إياه عشان أنا بدي أفكت سريع في حالة الشوك، فأي will avoid it. طبعاً أحسن إيش الآي أم والآي بي في حالة الشوك عشان يحل المشكلة. الشوك ترى خطيرة ومميتة، هي لما ينخفض أنا عندي الفلو أوف ذا بلد فبالتالي بينخفض عندي الأكسجين، وخاصة إذا انخفض عن السيلز وخاصة البرينز يعني النيرف سيلز والدماغ كله بيأثر، يعني ممكن يعطينا consequences كثير سلبية بسبب هذا الإشي. هلا absorption هنا enhanced بالهيتنج، يعني أنا لو أجيت فركت المنطقة وكان وسخنت يعني ممكن بwater bath أو إلى آخره، هاي الأشياء كلها أو بإكسرسايز رح تعمل بازو دايلاتيشن، رح توسع الفيزلز فرح يصير عندنا blood flow أعلى، وبالتالي الدواء رح يكون يعني موجود بطريقة أحسن ويتوزع بطريقة أحسن من الفازو كونستريكشن في حالة الشوك أو الكولينج. هلا الdose form absorption is quicker with aqueous solutions than with عندنا suspensions، يعني لما يكون aqueous أحسن suspension أحسن إنه يكون معلق. و slow absorption also occurs with oily preparation or عندنا pellets، إذا كان عندنا oily preparation كمان رح يكون عندنا slow absorption. أوكي تمام.
هلا اذا احسن شيء انه اكويس بعدين بستخدم عندي الاويلي، يعني الاويلي حيكون ابطا. اوكي الاويلي ابطا من ان الاكويس، لانه انا مباشره بدي احطه بالدم، فلما احطه اويلي بيكون امتصاصه مش امتصاص، سوري مش امتصاص يعني، بس الافكت تبعه راح يكون، او يعني الامتصاص يعني الاستفاده منه يتوزع على التيشوز بعد ما احطه بالدم حيكون اقل. اوكي فبكون سلو. هلا الهايلورونيديز اللي هو انزيم، طبعا بنعطيه احنا لوكلي، بنعطيه على المنطقه اللي احنا بدنا نعطي فيها الانجكشن. ايش بيعمل؟ بيعمل ان دي بوليميرايز الهايلورونيك اسيد بالجراند سبستنس. الجراند سبستنس هون لما احنا نجي نعطي انجكشن هي بتكون عامله زي مقاومه للدواء انه يدخل، ماشي؟ فانا ايش باجي بحللها وبخليها تصير اقل مقاومه عشان الدواء يصير له انهانس ويتوزع للتيشو ويصير ابزورب للتيشو بطريقه افضل واسرع. البايندينج اوف ذا دراج للتيشو، في بعض الدراجز ماشي، في دراجز مثلا الدايزبام بيرتبط عنا بالمصل، فبصير ياخذ وقت اطول حتى يصير له ابزوربشن، فبصير لنا ديليد افكت لانه حياخذ وقت لحد ما يعني كانه ينفك عن العضله. ونفس الشيء الحديد بيرتبط في العضله فبياخذ وقت اكثر. هسه رح نحكي عن برضو الانهيليشن. الانهيليشن نعتبره عنا بيرنترال لانه هما بدخلته عن طريق الماوث، يعني الانهيليشن عن طريق بيدخل عنا عن طريق انه الانسان بتنفس ال بيعمل انهيل، مثل عنا جنرال انهيليشن الانستيكس. انا لما اعطي انهيليشن مثل لما نعطي مثلا جنرال انستيجيا. هلا طبعا ممكن يكون فيبر ممكن يكون اللي هو عباره عن البخار، او ممكن يكون غازات او ممكن تكون عنا يعني سائل متطاير، يعني اول ما ينفتح عنه بالطاير. اوكي طبعا absorption depend on lipid solubility اكيد 100%، فblood solubility عندنا olivular ventilation and pulmonary blood flow. هاي الافكت عندنا comes in quick. تمام طبعا الافكت اوف انهيليشن سريع، يعني حتى مثال لما واحد يتخدر تخدير كامل دقائق، ممكن حتى يعني دقائق قليله وبكون يتخدر. هسه هاي العوامل كلها بتاثر على lipid solubility. احنا كل ما كان lipid solubility كل ما كان احسن على كيف البلاد بيعمل له solubility في الدراج، يعني بيصير له solubility في البلاد، كيف بيصير اللي عندنا اوليفيلار فنتيليشن، وبعدين بروح على البلمونري عندنا بلد فلو. اوكي تمام، فاذا هاي كل عوامل عندنا بتساعد في هالموضوع. هسه السكن عندنا شيء اسمه ستراتم كورينيوم اللي هي عباره عن لايرز ماشي موجوده، وفي كمان عندنا كيراتين. هذول كلهم ايش مالهم؟ بيعملوا ريزيستنج للدراج ابزوربشن. طبعا في حاله السكن كانت محروقه او دامج بتكون اذا المنطقه بنحكي لها ويت سكن. الويت سكن ما في كثير يعني ستراتا وما في كثير layers، فبالتالي راح يكون الابزوربشن اعلى من الدراي وثيك سكن. اوكي هلا بالنسبه للبيركوتينيوس اللي بنستخدم احنا الاوينتمنت، عندنا المراهم applied to the thin skin، عندنا مثل the front of the chest، والابزوربشن is quick and leading to quick effect. مثل عندنا التراي اللي هو الجليسرول تراي نايتريت. اوكي الجليسرول تراي نايتريت. هلا الترانس ديرمال اللي هي سينثيتك ترانس ديرمال باتش راح نحكي عنها بالتفصيل. كونتيننج دراج از ابلايد تو سكن ات سلولي ريليزز دراج، بتعطي شوي شوي الدواء. عندنا مثل كمان اللي هي جليسرول تراي نايتريت، عندنا باتش فور سلو ابزوربشن تو برولونج ات سيستميك افكت، يعني هي بتعطي ابزوربشن بطيء فبكون يعني اللونجر ايش عندنا افكت، يعني بطول تاثيرها. مثل هاي الباتش هي عباره عن لاصق بنعط. تمام عنده طبعا ايش ممبرين، هذا الممبرين بتحكم انه قديش كميه الدواء اللي تطلع، وبتكون عندنا لونج ايش ديوريشن التاثير تبعها لونج افكت. وبس هاي هي، ويعطيكم الف عافيه.